تحافظ على استغلال الوطن ووحدته ووحدته وسلامة أراضيه وسلامة أراضيه، وأن آمل لخدمة الشعب ورفاهيته. الجنرال السوداني جعفر النميري الذي حكم السودان لمدة 16 عاماً كان يحيط البلاد بسياج من السرية والقمع، قائد الضباط الأحرار في السودان الذي وصل للحكم عام 1969. اتهم رئيس تحرير صحيفة القبس الكويتية محمد الصقر بالعمالة للموساد الإسرائيلي، وذلك بعد أن كشفت القبس كأول صحيفة عربية خبر الصفقة التي عقدها النميري مع الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين نقل يهود الفلاشة من أثيوبيا عبر السودان في جنح الظلام وفي المطار المؤمن والمحاط بالسرية. هذه العملية أشرف عليها النميري لتهريب اليهود إلى فلسطين. طبعا أرادت إسرائيل أن تسمح لكل من ينتمي إلى بني إسرائيل أن يذهب، والسودان يعسير عليه بلدا عربيا، فساوموه على ذلك بأن تأتي طائرات ليست بالضرورة من السودان إلى إسرائيل، تقول أنها من السودان إلى أوروبا. ألفت على هذه الصفقة بعد سنوات طويلة روايات وقصص درامية وأفلام، كان آخرها هذا الفيلم الذي أنتج قبل سنوات قليلة، حمل عنوان عائدون من بحر الحبشة. قصة الفلاشة اللي كانوا يأتون من الصومال ومن السودان إلى إسرائيل، اليهود. إحنا استطعنا، عندنا كان مصادر في السودان بالذات، وكنا نهاجم قصة الفلاشة، وكانت البي بي سي يعني مرجعها كان القبس. النميري في ذاك الحين استاء جدا، أرسل رسالة إلى الشيخ جابر الأحمد واتهمني أنا بأني أنا عميل CIA وعميل إلى الموساد، كلام العادي، وأن هذا يأثر على العلاقات الكويتية السودانية. فذاك اليوم يتصل فيني الشيخ صباح الأحمد، وزير الخارجية كان، وكان وزير الإعلام بالوكالة، اتصل فيني مكتبة، اتصل فيني الشيخ ناصر المحمد، كان أيامها وكيل وزارة الإعلام، قال لي الشيخ صباح يبيك اليوم الفلاني في وزارة الإعلام. اجيت، كان يوريني رسالة النميري أن هذا المدعو محمد الصقر عميل الموساد، وأنه قاعد ينزل أخبار مسيئة إلى السودان. فقال لي شيخ صباح متى بتوقف المسلسل؟ قلت له خلص، يعني ما باجي فيه إلا 7-8 حلقات. هو ما كان باجي فيه إلا حلقة واحدة أو حلقتين. قلت له أنا 7-8 حلقات، شان يقول لي خلصنا، سوهم حلقة حلقتين وخلصنا يوم الخميس بعد ما نبيهم. قلت له عاضر على أمرك، فأنت خدت المطلوب اللي أنت بيه. وراني الرسالة، قلت له عطني رسالة، قال لي لا هذه رسالة إلى الأمير، أنا قاعد أوريك صورة منها. أنا قرأت الرسالة،